هل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله عليهم جعل الرقية بزنس؟ تجارة؟ هل سمعت واحد من الصحابة من التابعين من أتباع التابعين من أئمة الأربعة جلس للرقية قال اعطوني أموال؟ لا، نحن نعلق الناس بالرقاة؟ لا، اطلب من الله، اقرأ على نفسك الفاتحة رقية. لو تذهب إلى الراقي تخرج من 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير جزاء ولا حساب. لا بد أن العلماء المشايخ طلاب العلم يقولوا للناس تعلقوا بالله، لا تتعلقوا بالرقاة، لا تتعلق بأحد. وبعدين هذا العمل الآن أصبح فيه بدع كبيرة، البزنس هذا. لما أنزل الله بها من سلطان؟ قراءة مركزة، قراءة مخففة، كذا كذا كذا. يصنع مع هذا المريض أشياء، يقول أنت فيك سحر، أنت فيك عين، أنت فيك كذا، كيف يعرف؟ يا أخي ارتاح، اقرأ على نفسك وعلى أولادك، لا توسوس، لا تظن أن فيك سحر عين، لا، تفاءل خيرا.